احنا كل اللي نحتاجينه اليوم نصدر بياننا من اعتصامنا من وجودنا على السلمينا نقول انتم مرفوضين، هاي ساحتكم مرفوضه وكل اللي راح تصدرونه كله مرفوض الا اذا تنحل الحكومه وتعطل الدستور وينحل البرلمان وتنحل مجالس المحافظات. يا بنت الساعه منكم هذا اللي سويتوه وغصبا عليكم وعلى نيايتكم ولا يصير مختلف. محتاجين شلون بس كذا نقول هذا الكلام باطل، هذا الكلام مرفوض، هذا الكلام ما يمشي علينا بعد. فوق بالله لا تخدروني، ما تخدروني لا بدني ولا بغيري، بعدنا موجودين هنا وراح نظل هنا الى ان تقيمون انفسكم وغير انفسكم. حسبتكم هاي ما تكفي ومحتاجين صلاتكم. فوق بالله العلي العظيم غير ثلاث ايام الصندوق ما كذب، ثلاث ايام هم منهارين منتهين، وصل استهداف وين؟ شوف استهداف ما وصل، متجاوزين على طالبات اليوم طاعتنا بالاحتجاج. شوف الكارثه، يتجاوز على النساء شهر ايش كثر عشان صانع عقيم الدافع اللي تجاوز هسه والله الناس جايين يمين يمكنهم وصلوا اكو اعتبارات الذكوريه الموجوده بالدنيا هنا ولك شرف ارفع بس الظاهر هو التعامل اليوم بشرف فاشل. كل اللي ارجو من عندكم ترى هم وصل قضيتهم للنهايه، اقسم بالله للنهايه اللي اريده من عندكم اليوم وانتم موجودين بالشامل تعزلون موقف بغداد والمحافظات الباقيه ونعزل موقفنا احنا ايضا. صار لنا 4000 5000 كلكم موجودين هنا الله يسلمكم وتعبانين بس والله